السلام عليكم ورحمة الله. دونك في هذه لا فيديو غادي نشوفوا لا سيونس زيرو من دو مي موديول ديال لا تيرموديناميك شيميك. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها هي اننا غادي نشرحوا هذا لو تيتر هذا. اون فا اكسبليكي كيسكو سي في دير لا تيرموديناميك فوالا، ومن بعد غنشوفوا شنو لا تيرموديناميك شيميك. اوكي، لاحظتوا معايا اون فوا شاك فوا كون نو كوني با ان مو on peut le décortiquer en deux parties. Donc, qui me regarde là, la thermodynamique, c'est le thermo. Thermo, c'est la chaleur. Ok. La chaleur, la harara. Bien, l'énergie thermique, c'est la taqa al-hararia. Ok. Chaleur, mais d'une manière générale, thermo, c'est généralement l'énergie. Ok. L'énergie. والانرجي فيها جوج د الانواع. في الثيرموديناميك غادي نركزوا على جوج د الانواع ديال لي زينيرجي، لينيرجي تيرميك، ونركزوا ايضا على لينيرجي ميكانيك. lorsqu'on parle de l'énergie thermique c'est ce qu'on appelle chaleur. OK، نرمزوا ليها ب كيو. et lorsqu'on parle de l'énergie mécanique on parle du travail، c'est-à-dire work. Donc on a mis là W. Au fond le module là-dedans, nous voyons la relation entre Q ou W. Ok. D'abord nous voyons dynamique. Je ne comprends pas bien. Dynamique. Dynamique. Quand on doit faire l'échange. Je connais mal l'échange ou mettre ça par deux lettres. Quand on doit faire également ça transfert. Ok. Donc on va étudier le transfert de chaleur ou le transfert d'énergie. Tabadulat, c'est-à-dire en bref, tabadulat al-hararia, les échanges thermiques ou les échanges énergétiques. D'accord? Donc, je ne sais pas si l'échange thermique. Par exemple, d'abord, tu peux avoir un peu de fraîche. Tu as un peu de ou la casse de thé. Cette casse de thé, tu as l'impression que مع مرور الزمن شنو كيطرى عليه؟ ها شنو كيطرى لا تمبيراتور افيك لو باساج دو طون ولا او كور دو طون لا تمبيراتور ديالو كتنقص. هاد نقصان درجه الحراره ما عنده الا تفسير واحد، وهو انه كيبادل الحراره مع من؟ مع الوسط الخارجي. اوكي، الوغ هاد الكاس ديالي كنسميه سيستيم، يعني لوبجي كي في ليتود دون ثيرموديناميك كيتسمى سيستيم، هو اللي كندرس، وكل ما لا ينتمي للسيستيم فكيتسمى ليا ميليو اكستيريور او وسط خارجي. اوكي فوالا، دونك كنلاحظوا ان هذا الكاس هذا كيتبادل ليا الحراره مع الوسط الخارجي، وبالتالي سي دو لا ثيرموديناميك، يعني موفمون لا ايشونج دو لا شالور افيك لو ميليو اكستيريور. سي بيان. الوغ دابا غادي ندوزو نشرحو شنو كنقصدو بشيميك. عجب الشيمي الهضره، باسكو هاد الموديول ديال لا تيرموديناميك هو نورمالمون سي ان موديول لي هو فيزيك. اوكي، مي اون بو لابليكي دون لا شيمي، اي دونك فهاد الحاله كتولي لنا لا تيرموديناميك اللي هي شيميك. الوغ شنو كنقصدو بلا تيرموديناميك شيميك؟ هنا في الشيمي الى عقلتو كنا قرينا لي رياكسيون شيميك، واحد لا رياكسيون مشهوره بزاف سميتها تفاعل لا رياكسيون دو كومبوستيون. داكوغ، شنو كنقصدو بلا كومبوستيون؟ كنقصدو بها الاحتراق. دونك الاحتراق شنو هو؟ سي تو سامبلومون ملي كتكون عندي سي اش 4 مثلا غاز الميثان. اوكي، الاحتراق باش يوقع ليا شنو خصني؟ خصني الاكسجين، ثنائي الاكسجين لو او 2. اوكي، دونك هذا الاحتراق شنو كينتج عليه الشباب؟ يلا فازي، كينتج عليه تحرير ثنائي اكسيد الكربون لو سي او 2، وكينتج عليه ايضا لو اش 2 او. دونك غالبا كيكون على ليطا ليكيد. الوغ شنو تلاحظوا هنا؟ يعني اول حاجه خصني نوازن بيان سور المعادله. دونك عندي هنايا عندي 4 هيدروجين، دونك جو دو اكيليبري لو نومبر دي هيدروجين، دونك الفو ملتيبلي سي جو دو ملتيبلي بار 4.
par 4, par 2, pardon, ça va me donner 4. Donc, tous les 4 hydrogènes ici. Et 2 fois 2, ça me donnait 4 ici. Et donc, les oxygènes, 2 plus 2, les 4. Donc, je dois multiplier ici par 2. Et donc, la réaction est bien équilibrée. Mais, نعرفوا أن الكون اللي كنعيش فيه لونيفير كيتكون من جوج حوايج قسمه إلى قسمين رئيسيين، شي حاجة اللي كتشاف وشي حاجة اللي ما كتشافش. هاد الحاجة اللي كتشاف هي لا ماتيير، مادة، كيتكون أيضا من الطاقة. إلا جينا نلاحظوا مزيان هاد التفاعل هذا، كنلاحظوا أنه بحال مثلا البوطة فاش كتفاعل الغاز ديال البوطه ولا بريكه فاش كتشعلها، تفاعل كيميائي، كيتفاعل لك الغاز. دونك جينيرالمون كيتفاعل الغاز مع الغاز ديال الميثان ولا الايثان ولا البروبان اتسيتيرا مع الاكسجين، وكيعطيك ديما كيعطيوك سي او 2 بلس اتش 2 او بلس شي حاجه. اوكي، نسميو هذه الحاجه هذه هي اكس. شكون هي هذه الحاجه اكس؟ هي تو سامبلومون هي السخونيه. اوكي، بلس la chaleur. Et nous sommes là d'un point de vue où là, cette réaction n'a aucune importance dans le monde de la chimie, mais elle a une importance dans le monde de la physique. Donc, nous avons d'or de la tafaoul hada, ou de tahrir taqa. OK. C'est une réaction exothermique. Une tafaoul nashir lil harara. Exothermique. Et nous avons un tafaoul li كيعطي الحرارة للوسط الخارجي. يعني إذا كانت مثلا هاد لا رياكسيون هي السيستيم ديالي R، فإنني ألاحظ أن هاد السيستيم شنو كيدير لا شالور؟ بيان سور كيعطيها لنا لبرا. دونك كيعطيني كيو على برا، سو لافي دير كو لو سين ديال كيو اي نيجاتيف. من بعد غنشوفو هادي مزيان ونركزو عليها. دونك شنو هي لا تيرمو ديناميك شيميك؟ سي تو سامبلومون شنو كنقصدو بلا تيرمو ديناميك شيميك. دونك هنا غادي ندير واحد لا ديفينيسيون اللي بغيتكم تنوطيوها معايا وتضبطوها معايا. دونك شنو هي لا تيرمو ديناميك؟ لاحظوا معايا غير من السميه كنخرج لا ديفينيسيون شيميك. هي تو سامبلومون ليشونج، تبادل دو كوا دو l'énergie, voilà, ça va donner le taqa, mais bien H ou H, ça va donner le taqa entre la réaction chimique, li y a quatre le système et le milieu extérieur. OK. Donc tout simplement la thermodynamique chimique l'échange il y a la dynamique, OK, l'énergie il y a la thermo, OK, entre la réaction chimique chimique, voilà, et le milieu extérieur. Sachons bien que l'énergie peut être thermique, ce qu'on appelle la chaleur, peut être mécanique, ce qu'on appelle le travail. Très bien. Celle-là, wadha la définition. Donc, comme vous l'avez dit, 9 minutes, justement, seulement pour expliquer la terminologie, pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire thermodynamique chimique. Donc, je vais sélectionner tout et je vais effacer. Et maintenant, je vais passer à quelques notions de base. Donc, on va au grand 1, maintenant la définition, quelques notions de base. Voilà. Donc, هذا الموديل هذا الشباب داخل في اطار شرح دومي موديل ولا هذا ليليمون داخل في اطار شرح موديل سميتو ستركتور état
de la matière. Structure déjà adressée à واحد لايف و ايطا دو لا ماتيير هي اللي علاش خدامين دابا حنايا وكنبقاو ندرسو لي زيطا دو لا ماتيير. ايطا دو لا ماتيير دونك هو الهدف ديالها شكون اللي كيدرسها هو لا تيرموديناميك شيميك. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها هي شكون هما لي زيطا نوسيون دي رابيل ليطا دو ماتيير شكون هما لي زيطا فيزيك دو لا ماتيير الحالات الفيزيائيه للماده. يلا شباب لا بروميير ايتا شكون هي واحد ليتا اللي